مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن لعبتين للبي سي مجانيات وهن حلوين، اللي هن السايبر هانتر والايرون سايد. السايبر هانتر باتل رويال، اللعبتين موجودين للبي سي مجانيات وبيشتغلوا على اقل امكانيات موجودة. هلا رح اعرض لكم اللعبة، رح شلون تلعب اللعبة، وكم جيم بلاي بسيط كتير لتشوفها. ولو حبيت تشوف جيم بلاي كامل للعبة يا ريت تكتب لي بالتعليقات، واذا اول مرة بتشوف هيك فيديو انت على قناتي يا ريت تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس وتحط لايك على الفيديو. وإذا عجبتكم هيك سلسلة بكمل فيها وبنزل مراجعات لألعاب والمواصفات المطلوبة لإلها. مشاهدة ممتعة. وهي بلشنا بلعبة سايبر هانتر، اللي هي مثل ما قلت لكم بالوصف لعبة باتل رويال، اخذه من ايبكس واخذه من ببجي واخذه من فورتنايت. اخذه من ايبكس كهي كالاسلحه وتركيب الزوم اللي هو تقريبا شبيه بلعبه ايبكس. وبالنسبه لفورتنايت اخذ البناء، بتقدر تبني فيه برج، بتقدر تبني فيه درع بوشك، فيها كذا شغله وكذا ميزه بتقدر تبني فيها وتعمل فيها. ورجيكم اياها لو بيطلعوا معي هون ليك مثل مظاهرين امامكم. بتقدر تنزل ميتور، بتقدر تنزل برج، شجرة، درع، يعني في كذا ميزة. يعني أعرض لكم ميزة من الميزات، مثل ما شايفين بيبني هيك شغلة. هاي أخدتها من فورتنايت وأخدها من ببجي، اللي هي أسلوب لعبة وبطل باس، وبتقدر وفيها شغلة كتير هيك غريبة يعني وحلوة بنفس الوقت، إنك بتقدر تطير. يعني بتقدر تطير، تنط من مسافة عالية وتفتح مثل هيك شغلة باراشوت أو ما بعرف شو هو يعني هذا الشيء، بس المهم بيخليك تطير. وهلا انتو كمان بتشوفوا باللعبة شلون طريقة لعبة، رح العب جيم ورجيكم اياها شلون. بالنسبة للمواصفات، اقل مواصفات مطلوبة بهي اللعبة اللي هو الويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10 او ويندوز اكس بي، والمعالج اللي هو كور 2 بلس جيجا هرتز، والميموري اللي هو 2 جيجا اللي هو الرام، والجرافيك كارت اللي هو جرافيك 3000 اور او اعلى، او اعلى من 3000 اتش دي، يعني انفيديا اتش دي جرافيك 3000 او اعلى من هيك، يعني ما بدها مواصفات كتير كتير عاليه. والدايركت اكس 11، ومساحه التخزين قليله جدا اللي هي 2 جيجا. اترككم هلا نشوف العب جيم وشوفوا اللعبه. اللعبه فيها كذا مود، فيها دول بيفتحوا بس مع الليفل لما يعلى، في السولو والدول سكواد، وفيها هي الكلاسيك مود اللي هي الخريطه العاديه تبع الباتل رويال. خلينا نلعب جيم ونشوفها شلون طريقة لعبها. انا لعبتها هي فترة، يعني لعبتها فترة قليلة لهي اللعبة. فيها اطفال شكل اللعبة. شو صار؟ لا شايف في الدورة مستعجلين. ثانية بس، ثانية خليني اطفي. بس يا زلمة بس شوف وين ما ننزل. ننزل هون، ما شايفين الماب صغير مو كتير كبير يعني. في اسلحة بالبيت كله، في واحد مرة بجنبي كأنه في بس سلاح يا شباب. تعال دقيقة، تعال ما راح اعمل لك شيء. شلون بنوت؟ طب ما بعرف
شوف شلون بيبني. خلصوا شو شلون بتسلق. زلمة رعب زلمة ناقصة تماما. هذا الاس ام جي جديد نزل على السيزون الجديد، سيزون 6 اللي نزل هلا. يا هي اللعبة لا بأس فيها، مثلا كلعبة باتل رويال لإمكانيات قليلة، مثل ما شفتوا مساحتها 2 جيجا وما بتتطلب يعني إمكانيات اللي هي العالية، يعني مثلا كجرافيك أو كرت شاشة بتنزل هي إعداداتها كتير. أنا لعبتها على جي تي 1030 وكانت الجرافيك تبعها كتير حلو يعني. خلينا نبني، بنيت 3 براس فوق بعض. ما بطول عليكم بالمقطع، خلينا ننتقل للعبة الثانية اللي هي الايرون سايت. واللعبة الثانية اللي معنا اللي هي ايرون سايت، هاي اللعبة موجودة على ستيم مجانية كاملة. لعبة حلوة كتير، شبيهة لكول اوف ديوتي موبايل بس بدون محاكي، لان المحاكي عم يعمل مشاكل كتير ولاج، ومصر ما عم يشتغل اذا نزلته بموقع خارجي. المواصفات المطلوبة، اقل مواصفات مطلوبة لتشغيل هاي اللعبة اللي هي الويندوز 7 والمعالج انتل كور 2 i7-500 والميموري 4 جيجا اللي هي الرام، والجرافيك كارد او يعني اقل جرافيك كارد بشغلها اللي هو النيفيديا جي فورس 9600 جي تي ودايركت اكس اصدار 9، ومساحتها للعبة 8 جيجا. هي لعبة حلوة كتير، فكرتها كتير بسيطة مثل كول اوف ديوتي موبايل مثل ما قلت لكم. فيها هون الاسلحة، فيها 3 شخصيات اساسية بتقدر تبدل فيهم، في الاسولت اللي معه الاسولت، في السنايبرات، في الاس ام جي، انت بتختار الاسلحة موجودة بهي القائمة. موجود هون اسلحة، تمام. انا جربت اللعبة قبل هلا بس ما لعبت ولا جيم. خلينا نفوت جيم ونشوف اللعبة مع بعض، نشوف طريقة لعبة. ندوس على بلاي هون،
هون الميشن في عندكم مهمات، هاي انا لعبتها، فيها مهمات وترايلر وهيك شغلات يعني حلوة، ممكن تتسلى انت بالمهمات بس هي لازم يكون في انترنت على البي سي، لانه مكتوب لازم انترنت كونكت، يعني هيك مكتوب بالمواصفات. فنشوف هلا نفوت جيم مع بعض ونشوف اللعبة بطريقة لعبة شلون. فهو راح يدخلني عشوائي ديس ماتش ولا زون ولا سيطرة كابتشر ولا شو بده يفوتني، انا ما بعرف يعني، نجرب نفوت. مش مثل ما شايفين السيرفرات فيها ناس يعني دغري فاتت ما طولت، بس الريدي تبع اللعبة هو اللي بيطول 20 ثانية و40 ثانية، في ناس يعني دغري فات السيرفر على 12 واحد وفيها ناس عم تلعبها. وانا هو وانا ليفل 2، ليك ما احلى الليفل تبعي، ليك الناس الليفلات تبعاتها واو. انا للصراحة اكتر شي عجبني بهاي اللعبة اللي هي مؤثرات الصوت، او يعني شلون بيقولكم، مثل وقت يركض بصير اللاعب بيلهات ببطئ، يعني فيها شغلات يعني متعوب عليها شوي اللعبة بس مو مشهورة يعني. waiting يلا والله انا مو بس ما بعرف يا شباب، اهدوا شوي علي. فيها قنابل، فيها تحت هون على الشمال مثل ما شايفين بتقدر تستخدم شغلات. ايه والله فكرته معي مشان هيك وقفت. طب ليش هيك؟ طيب شو بكون؟ ليش معصبين؟ اهدوا شوي. مو مرتين تقتلني يعني، مو لهالدرجة. واو جبت واحد كيل، شلون ليتس جو. معهم اسلحة مو طبيعية، معهم اسلحة كتير ومعهم ميزات تحت على اليمين. هلا بجرب السنايبر بعد. شبكم معصبين؟ لما شيت جرب السنايبر. اي سنايبر تعال. هلا موت بتطار، مو معقول بدي طالع. ليش شفتوا انت على الشمال فتحة ميزة ما بعرف شو هي؟ سبايدرو تمام. شو بتعمل بس؟ بتعطي هيل ولا شو بتساوي؟ بتكشف يمكن الاعداء اللي امامي يمكن قريبين علي، مو شايفين على الخريطة فوق. ما هو اسلحة مطورة يعني، ما تسرد عليها للعبة وبتلعبها بشكل مستمر. لا يا شباب ذكر السلاح اللي معه. ماشي وهي هي كانت ايرون سايد. شوفوا اذا عجبتكم نزلوها، انا حاطط لكم كمان روابط تحت بالديسكربشن تبع ستيم، واذا ما عرفت تنزلها او حصل معك اي مشكله اللي وانا بحاكيك على التعليقات بكتب لك اذا في اي مشكله معك، او بنزل لك فيديو كيف تنزلها
او كيف تنزل سايبر هانتر، اي لعبة بدك اياها نزلها. شوف اذا عجبتكم كمان هاي السلسلة بصير بنزل العاب هيك مجانية، مثلا بتشتغل على امكانيات قليلة. واذا كنت جديد بالقناة يا ريت تفعل زر الجرس وتشترك بالقناة وتحط لايك على الفيديو، ومشكوركم كلكم وبرعاية الله.